وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ ومما يحكى أيها الملك السعيد أن إسحاق الموصلي قال: خرجت ليلة من عند المامون متوجها إلى بيتي، فضايقني حصر البول، فعمدت إلى زقاق وقمت أبول، خوفا أن يضر بي شيء إذا جلست في جانب الحيطان، فرأيت شيئا معلقا من تلك الدور فلمسته لأعرف ما هو، فوجدته زنبيلا كبيرا بأربع آذان ملبسا دباجة، فقلت في نفسي لا بد لهذا من سبب، وصرت متحيرا في أمري، فحملني السكر على أن أجلس فيه، وإذا بأصحاب الدار جذبوه بي وظنوا أنني الذي يرتقبونه، ثم رفعوا الزنبيل إلى رأس الحائط، وإذا بأربع جواري يقن لي: انزل على رحب مساك. ومشت بين يدي جارية بشمعة حتى نزلت إلى دار فيها مجالس مفروشة، فجلست، فما شعرت بعد ساعة إلا بسطور قد رفعت في ناحية من الجدار، وإذا بوصائف يمشين وفي أيديهن الشموع ومباخر ومجامر، وبينهن جارية كأنها البدر الطالع، فنهضت وقالت لي: مرحبا بك من زائر، ما خبرك وما حكايتك؟ إني انصرفت من عند بعض إخواني وغرني الوقت، ورفع بالزنبيل إلى هذه الدار، وهذا ما كان من أمري يا سيدتي. لا ضير عليك، وأرجو أن تحمد عاقبة أمرك. فما صناعتك؟ تاجر في سوق بغداد. هل تروي من الأشعار شيئا؟ شيئا ضعيفا. فذاكرنا فيه وأنشد شيئا منه. يا سيدتي، إن للداخل دهشة، ولكن ابدأي أنت أولا. صدقت. ثم أنشدت شعرا رقيقا من كلام القدماء والمحدثين، وهو من أجود أقاويلهم، وأنا أسمع ولا أدري أأعجب من حسنها وجمالها أم من حسن روايتها. ثم قالت لي: ذهب ما كان عندك من الدهشة؟ والله. إن شئت فأنشد شيئا من روايتي. فأنشدتها شعرا لجماعة من القدماء ما فيه الكفاية، فاستحسنت ذلك، ثم قالت لي: والله ما ظننت أنه يوجد في أبناء السوقة مثل هذا. ثم إن الجارية أمرت بإحضار الطعام، فحضر، فجعلت تأخذ وتضع قدامي، وكان في المجلس من أصناف الرياحين وغريب الفواكه ما لا يكون إلا عند الملوك. هذا أوان المذاكرة والأخبار. إي والله، بلغني أنه كان كذا وكذا، وكان رجل يقول كذا وكذا، وصرت هكذا حتى حكيت لها عدة أخبار الحسان، فصرت بذلك وقالت: إني لأعجب كيف يكون أحد من التجار يحفظ مثل هذه الأخبار، وإنما هي أحاديث ملوك.
كان لي جار يحادث الملوك وينادمهم، وإذا تعطل حضرت بيته فحدثني بما سمعت مني يا سيدتي. لعمري لقد أحسنت الحفظ. ثم أخذنا في المذاكرة، وكلما سكت ابتدأت هي الكلام حتى قطعنا أكثر الليل، وبخور العود تطيب المكان، وأنا في حالة لو توهمها المامون لطار شوقا إليها. فقالت لي: إنك من ألطف الرجال وأظرفهم، لأنك ذو أدب بارع، لكن بقي لك شيء واحد. وما هو؟ لو كنت تترنم بالأشعار على العود. إني كنت قد تعلقت بهذا قديما، ولكن لما لم أرزق حظا فيه أعرضت عنه، وفي قلبي منه حرارة، وكنت أحب في هذا المجلس أن أحسن شيئا منه لتكمل ليلتي. كأنك عرضت بإحضار العود. فقلت لها: الرأي لك وأنت صاحبة الفضل، ولك المنة في ذلك. فأمرت بعود فحضر، وغنت بصوت ما سمعت بمثل حسنه: افتحوا الباب، لقد جاء الطبيب. الله! وانظروا نحوي، فلي سر عجيب. افتحوا الباب، لقد جاء الطبيب. وانظروا نحوي، فلي سر عجيب. ما أسعدكن بهذه الحسناء. كنت فيما بينكم في غربة، فأراد الحق أنفي بغريب. جمعتنا نسبة دينية، فترى أيام حب وحبيب. فاتركوا عدلي وخلوا لومكم، إنني يا ويحكم لست أجيب. جمعتنا نسبة دينية، فترى أيام حب وحبيب. فاتركوا عدلي وخلوا لومكم، إنني يا ويحكم لست أجيب. حسن في الصورة، وحسن في الأداء، وحسن في الضرب، وحسن في الطرب. هل تعرف هذه الطريقة لمن؟ لا. طريقة لإسحاق. وهل إسحاق جعلت فداك بهذه الصفة؟ إسحاق بارع في هذا الشأن. سبحان الله، سبحان الذي أعطى هذا الرجل ما لم يعطيه أحدا سواه، ثم لم نزل على ذلك حتى إذا كان انشقاق الفجر، فأقبلت عليها عجوز كأنها داية لها وقالت: إن الوقت حضر. لتستر ما كان منا، فإن المجالس بالأمانات. جعلت فداك يا سيدتي، لست محتاجا إلى وصية في هذا الشأن. ثم ودعتها، وأرسلت جارية تمشي بين يدي إلى أن أوصلتني إلى الباب،
ففتحت لي وخرجت متوجها إلى داري. فأتاني رسول المامون فصرت إليه وأقمت نهار عنده. فلما كان وقت العشاء تفكرت ما كنت فيه البارحة، وهو شيء لا يصبر عنه الجهلاء، فخرجت وجئت إلى الزنبيل وجلست فيه، ورفعت إلى موضع الذي كنت فيه البارحة، فوجدت الجارية واقفة فقالت لي: لقد عاودت؟ نعم، ولكني لا أظن إلا أنني قد غفلت. ثم أخذنا في المحادثة على عادتنا في الليلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الحكايات منها ومني إلى الفجر. ثم انصرفت إلى منزلي ونمت. فأتى رسول المامون فمضيت إليه وأقمت نهار عنده. فلما جاء المساء قال لي أمير المؤمنين: أقسمت عليك أن تجلس حتى أذهب إلى غرض وأحضر. فلما ذهب الخليفة وغاب عني جالت وساوسي وتذكرت ما كنت فيه، فهان علي ما يحصل لي من أمير المؤمنين، فوثبت مدبرا وخرجت جاريا حتى وصلت إلى الزنبيل فجلست فيه، ورفع بي إلى مجلس كعادتي، فوجدت الجارية فقالت لي: لعلك صديقنا. إي والله. أجعلتنا دار إقامة؟ جعلت فداك يا سيدتي، حق الضيافة 3 أيام. فإن رجعت بعد ذلك فأنتم في حل من دمي. ثم جلسنا على تلك الحالة. فلما قرب الوقت علمت أن المامون لا بد أن يسأل عني، فلا يقتنع إلا بشرح القصة. ففكرت ودبرت وقلت: أراك يا سيدتي ممن يعجب بالغناء، والابن عم أحسن مني وجها وأشرف قدرا وأكثر أدبا وأعرف خلق الله تعالى بإسحاق. أطفيليون وتقترح؟ أنت المتحكمة في الأمر. إن كان ابن عمك على ما تصف فما نكره معرفته. ثم جاء الوقت فنهضت وقمت متوجها إلى داري. فما أن وصلت إلا ورسول المامون قد أتى وهجم علي وأخذني عنيفا إلى دار الخليفة. فوجدت الخليفة قاعدا على كرسيه وهو مغتاظ مني، فالتفت إلي وقال: يا إسحاق، أخروجا عن الطاعة؟ لا والله يا أمير المؤمنين. فما قصتك؟ أصدقني الخبر. فقصصت على الخليفة الحكاية من أولها إلى آخرها، فأومأ إلى من بين يديه من الحاضرين فتنحوا. فحدثته الحديث وقلت له: إني قد وعدت تلك الصبية بحضورك يا مولاي. فقال: أحسنت. ثم أخذنا في لذتنا ذلك اليوم، والمامون متعلق القلب، فما صدقنا بمجيء الوقت حتى سرنا، وأنا أوصيه وأقول له: تجنب أن تناديني باسمي قدامها يا مولاي، بل أنا لك تابع من التباع. واتفقنا على ذلك. ثم سرنا إلى أن أتينا مكان الزنبيل فوجدنا زنبيلين، فقعدنا فيهما ورفعنا إلى الموضع المعهود. فأقبلت الجارية وسلمت علينا، فلما رآها المامون تحير في حسنها وجمالها، وأخذت هي تذاكره الأخبار وتناشده الأشعار، وجلسنا
وقعدنا للسمر، ثم أخذت العود وغنت طريقة، وبعد ذلك قالت لي: وهل ابن عمك من التجار؟ نعم. إنكما لقريب الشبه من بعضكما. يا إسحاق. يا أمير المؤمنين، ألم نتفق لا تذكر اسمي؟ لا عليك لا عليك، غني بهذه الطريقة التي غنت بها الجارية. لبيك يا أمير المؤمنين. سكر العاشق في حب الحبيب، كلما زاد غراما ولهيب. الله الله الله. هائم في الحب صب تائه، ما له مأوى ما له مأوى، ولا زاد يطيب. يبرى به القلب الكئيب. هل أعجبك هذا يا مولاي؟ بورك فيك. فلما علمت الصبية أن الخليفة معي اختفت ومضت إلى مكان بعيد، وبعد ذلك توجه إلي الخليفة بالخطاب وقال لي: انظر من صاحب هذه الدار. هي للحسن بن سهل. علي به. فغابت تلك العجوز ساعة، وإذا بالحسن قد حضر، فقال له المامون: يا ابن سهل، مولاي لك بنت؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. ما اسمها؟ خديجة. خديجة؟ نعم. ما شاء الله. هل هي متزوجة؟ لا والله. ما شاء الله ما شاء الله. فإني أخطبها منك. هي جاريتك وأمرها إليك يا أمير المؤمنين. قد تزوجتها على نقد 30,000 دينار تحمل إليك صبيحة يومنا هذا، فإذا قبضت المال فاحملها إلينا من ليلتها. سمعا وطاع. يا إسحاق. مولاي لا تقص هذا الحديث على أحد. فسترته إلى أن مات المامون، فما اجتمع لأحد مثل ما اجتمع لي في هذه الأيام الأربعة، وما رأيت أحدا من الرجال مثل المامون، ولا شاهدت امرأة من النساء مثل خديجة، بل ولا حتى تقارب خديجة فهما وعقلا ولفظا، والله أعلم. ومما يحكى يا مولاي أن حشاشا وقف بين دكاكين التجار وأخذ يصيح ويستغيث ويقول كلاما غريبا، مما جعل جماعة الوالي تنقض عليه وتشبعه ضربا وتأخذه للوالي. أيها الوالي أيها الوالي، أرجوك أن تسمع قصتي وحديثي، وبعد ذلك افعل بي ما تريد. ما شأنك وما قصتك حتى أقلقت التجار؟ أعلم أيها الوالي أنني رجل حشاش أعمل في مصالح الغنم، فأحمل الدم والوسخ إلى الكيمان. فاتفق أنني رائح بحمار يوم من الأيام وهو محمل، فوجدت الناس هاربين، فقال واحد منهم، قال لي: أدخل هذا الزقاق لئلا يقتلوك. فقلت للناس: ما للناس هاربين؟ فقال لي واحد خدام:
هذا حريم لبعض الأكابر. وصار الخدم ينحون الناس من الطريق قدامها ويضربون جميع الناس ولا يبالون بأحد، فأدخلت أيها الوالي بالحمار عطفا. ووقفت أنتظر انفضاض الزحمة، فرأيت الخدم وبأيديهم العصي ومعهم نحو 30 امرأة. ماذا قلت لكم؟ ومعهم امرأة. 30 امرأة. حششتنا معك. ألا تريدون أن تسمعوا بقية القصة؟ أهي قصة؟ اسمعوا. أتمم. معهم قلت نحو 30 امرأة، وبينهن واحدة كأنها قضيب بان، كاملة الحسن والظرف والدلال، والجميع يا مولاي الوالي في خدمتها. فلما وصلت إلى باب تلك العطفة التي أنا واقف فيها، التفتت يمينا وشمالا، ثم دعت بطواشي آخر، أخذ حماري ومضى به. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع.